سائل يقول: بعض القبوريين في بلدي قد يقعون في بعض الشرك من الذبح وغيره لغير الله، وأكثرهم لا يعرفون معاني القرآن والسنة، إنما بتقليد واتباع لمشايخهم، فهل يعذر هؤلاء؟ أولا، دعوة التوحيد ولله الحمد قائمة وبلغت المشارق والمغارب بواسطة الوسائل الحديثة، والدعاة منتشرون ولله الحمد. ما هنا بلد من بلاد الدنيا إلا وفيها من يدعو إلى الله ويبين عقيدة التوحيد للناس. والتوحيد من الأمور الظاهرة، ما هو خفي، من الأمور الظاهرة. لا يعذر أحد بجهله إلا من كان منقطعا عن العالم ولا يصل إليه شيء، هذا هو اللي يعذر. أما من كان متصلا بالعالم ولا تخلو بلاد ما فيها دعاة وفيها مسلمون وفيها أذان وفيها صلاة، فيها مراكز إسلامية، الحجة قائمة والحمد لله. نعم.